اسمي ريناتا حداد، مجوزة وعندي شابين، بس عرفت عندي بريست كانسر. أكيد خفت، بس قررت إنه كون كتير قوية وواجه هالشي بقوة، لأنه عندي عيلة. بس عيلتي عرفوا إنه عندي بريست كانسر إنه أكيد خافوا يعني، بس ما ظهروا لي هيدا الشي، بالعكس سندوني كتير وأصروا إنه أنا هيدا مرحلة رح أطلع منها، رح أطلع ورح أكون أحسن من قبل. وبس إجت فترة الشيميو أنا نزلت حلقت شعراتي، وجوزي وولادي حلقوا شعراتهم معي، سو كانوا هيك متضمنين معي حتى بهيدي الشغلة. من فترة ما نعرف إنه عندها كانسر لمع فترة العلاج، كل هالمدة كانت صعبة، صعبة علي، صعبة على البيت كله، بس ما كانت مستحيلة. قدرنا تعايشنا معها وقدرنا نكون سند للمريض. هلأ أكتر شيء فيك تعمله تجرب تفوت الفرح على البيت لتكون حد المريض، لأنه هيدا الفرح إذا قدرت فوتته على البيت بهالوضع الصعب يكون أكيد بيساعد المريض كتير تيمرق. وهذا اللي صار معنا بالبيت، لتقطع هالمرحلة، لتقطع بأقل أضرار ممكنة، وهي أنا برأيي المكملة للعلاج. اللي خلاني أتخطى المرض هن عائلتي، ولادي وجوزي. دايما نفكر إنه لازم أرجع أوقف على إجرية وكون قوية تضلني حدن. ومساجي لكل مرة من كل قلبي، بليز تابعي حالك وما تخافي وكوني قوية، لأنه الحياة حلوة.